عندنا حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، بدات من امس امطار خفيفه على السواحل، لكن مع النهارده في السواحل كلها فيها مطر، مع تقدم ساعات النهار هيبقى في الامطار هتكتر شويه، هتبقى زياده شويه، لكن من بكره اللي هو الخميس والجمعه هتزيد الاماكن اللي عليها الامطار، هتشمل اغلب محافظات الجمهوريه وهتختلف شدتها من مكان الى اخر يومي الخميس والجمعه، فهتكون شديده على السواحل الشماليه، على سيناء سواء شمال وجنوب سيناء، على ثلاثه جبال البحر الاحمر، مدينتي حلايب وشلاتين، لكن بالنسبه لواجه البحر والقاهره هتبقى الامطار من خفيفه متوسطه مع انخفاض في درجات الحراره. يوم السبت تنتهي وايضا في نشاط للرياح في يوم الخميس والجمعه على اغلب الانحاء. مع يوم السبت ان شاء الله تنتهي هذه الظواهر، لكن يستمر انخفاض في درجات الحراره وهنحس بالاعتدال بقى في درجات الحراره، ويرجع الفصل الخريف الجميل بدرجات حرارته المعقوله بعد ما شهدنا ارتفاع في درجات الحراره. وفرص الامطار بقى تنتهي امتى يا دكتور؟ مع نهايه يوم الجمعه ان شاء الله تبدا تنتهي فرص هبوط الامطار، يعني عندي خميس وجمعه النهارده الاربعاء وخميس وجمعه ان شاء الله تنتهي. وهل في سيول ولا ما في سيول؟ انا شفنا في يعني هي في امطار غزيره، لكن ان شاء الله مش تصل الى حد السيول باذن الله. تمام. الناس بتسال عن الشتاء وامتى الناس تغير تلبس الشتاء؟ لا يعني احنا الايام دي من سمات فصل الربيع الخريف ان بيبقى في الليل بيبقى في درجات حراره بتبقى اقل، ولذلك بنصح دايما اللي بينزل في الليل متاخر في صباح الباكر يبقى معاه جاكيت خفيف، لكن لسه عشان اقول لك ان احنا الشتي لا لسه قدام بدري، الشتاء لسه ما جاش، الشتاء هيبدا رسميا في 21 ديسمبر. تمام. الناس بقى بتسال يعني الشتاء هيبقى يعني الشتاء فيه امطار؟ يعني الشتاء هيبقى السنه دي هيبقى شكله عامل ازاي؟ ازاي يعني؟ صعب جدا ان اي حد يقول لك تنبؤ بفصل كامل قبل ما يبدا هذا الفصل بفتره كبيره، لان في قاعده معروفه على مستوى العالم كله، كلما طالت فتره التنبؤ قلت مصداقيته، واحنا الحمد لله مصداقيتنا في الـ الترابات بتاعتنا الحمد لله واصله الى 100%، فاحنا ما نقدرش نقللها عن كده، وبالتالي يعني ما فيش داعي ان احنا نتكلم على فصل الشتاء الا ما يقرب او حتى ما يبدا فصل الشتاء. تمام. اجهزه الرصد اللي موجوده في مصر وما نيجي نقارنها بالاجهزه الموجوده في العالم، يعني نملك احدث الاجهزه واحدث الموديل والصور المصريه الموجوده في اي دوله متقدمه على مستوى العالم.